بنتكلم عن الطفل الاجتماعي والطفل اللي عنده ذكاء عاطفي. ففي حاجة اسمها طفل عنده ذكاء عاطفي أصلا أو عنده ذكاء اجتماعي، ويعني إيه إن الطفل يبقى عنده أصلا فكرة الذكاء العاطفي دي؟ تمام، خلينا تسنين بداية عشان الأمهات تحديدا يعني يركزوا في الموضوع هذا، لأن دي ما هو الأشياء هذه تبان قبل 7 سنوات. تمام، والطفل في المرحلة هذه أم يعني تمام وهي اللي قاعدة معاه أكثر ساعات، بالتالي تنتبه أكثر لتصرفاتي. خلينا نحكي على الذكاء عموما. تمام، الذكاء عموما هو إن قدرة أي واحد فينا، قدرة الإنسان على إن هو يفهم الكون حواليه، يدرك القوانين الطبيعية والحياة، الأشياء الطبيعية العادية، مثلا هذا نار، هذا كل الأشياء هذه تتخذ أو تدخل تحت نطاق الذكاء. تمام، بس كتقسيمة الذكاء في نوعين، ذكاء عقلي وذكاء وجداني. الذكاء العقلي بغجال انه مش موضوعنا، اللي هو اما ذكاء رقمي، وهذه الناس اللي تكون في الارقام عاده، رياضيات وكمبيوتر، والذكاء المعرفي او المعلوماتي، اللي هو عاده الناس اللي بتكون عندها قدره على حفظ مثلا في التاريخ، تنجح في الادب، في الامور هذه. والاثنين هم يكون واضحين اكثر في التحصيل الدراسي، واحيانا يكون الشخص اللي عنده الاثنين مثلا زي في الطب ضروري يكون الاثنين. تمام، نقول الذكاء الوجداني هو هذا موضوعنا اليوم، اللي هو العاطفي والاجتماعي، وفي خلط. ليش في خلط؟ لأن نتيجتهم واحدة. الاثنين يؤدوا ان الشخص اللي عنده ذكاء عاطفي او عنده ذكاء اجتماعي عنده قدره على انه يكون عنده علاقات واسعه، يعني يسلك حاله، يمشي الامور، بيبقى شخص محبوب وعارف يمشي الامور. بس الفرق بيناتهم ايه يا تسليم؟ الفرق ان الذكاء الاجتماعي تمام هو الانسان اللي يقدر يفهم اللي قدامه، يعني يعرف ان هذا الشخص متضايق فيسايره، يعرف ان هذا المشكله. في ناس مثلا ما عندهاش ذكاء اجتماعي، مثلا شوف الامور التافهه اللي انتم تشكو منها، بس الذكاء الاجتماعي يعرف ان الشخص هذا بالنسبه لي المشكله هذه كبيره، يعرف من يعرف يقرا الوجوه، هذا الذكاء الاجتماعي، بيعرف يفهم ايوه فهم يفهم الناس اللي قدامه. اما الذكاء العاطفي وهذا اللي لازم نميزه بيه، مهم جدا حتى فينا نفهمه، الام تفهمه في اطفالها، ان عنده قدره على كبت عواطفه بما يناسب الاخرين. كيف هذا؟ تاني بقى الحته دي كيف مثلا انت تتكلمي معايا، عملتي حاجه ازعجتني، بس انا عرفت انني نمسك حالي وما بينتلكش اني عملت ايه ازعجك. جمالك بقى حبيبتي، ربنا يكرمك، الله يبارك. فالذكاء الاجتماعي والعاطفي الام تقدر تميزهم داخل البيت في بدايه. ديما نقول الامور هذه تبان بعد السنه ونص. الطفل بعد سنه ونص تبدا شخصيته هو في الخروج مع بعض التعديلات اللي حواليها، فنقدر ان احنا نظبطه. فمثلا طفلي انا مثلا حطيت له مثلا في الاكل تحديدا، الام تقدر تنتبه للامر هذا. مثلا انا حطيت خيار للاثنين، عندي زوج اطفال، واحد 3 سنوات ونص وواحد سنه ونص. واحد فيهم قاعد يقول لي يا ماما يا ماما يا حبيبتي الخيار كويس لك، انت اعطيني طماط. هذا ما شاء الله ده كلامي عين كلامي. بينما الثاني بيقعد ساكت وياكل وبيقول لك ماما انا بعدين كمله تعطيني الحاجه الثانيه. يعني هذا عرف انه يمسك مشاعره اكثر. الاثنين نتيجة ممتازة، الأم فرحانة ومرتاحة بسلوكيات أطفالها الاثنين، الاثنين عندهم ذكاء، بس هذا اجتماعي وهذا عاطفي، بس الاثنين وصلوا لنتيجة واحدة اللي هي عدم الإزعاج وفهم الأم. طب مين الطفل اللي ما عندهش ذكاء بقى، اجتماعي ولا ذكاء عاطفي؟ هي في البداية أصلا هو القدرات الأشياء هذه كلها من عند الله سبحانه وتعالى. زي ما البصر مثلا في ناس ما بتشوفش، لكن في ناس كل الناس اللي تشوف كنا اللي نشوفه مش بنفس الدرجه. واحد بيشوف ما شاء الله، واحد عنده بعد، واحد عنده قصر، وهكذا. فبرضه الذكاء في ناس وقله، يعني الناس اللي عندهم مشاكل عقليه وعصبيه او حاجات كونجنيتال، يعني الاطفال تحديدا، والبقيه اللي عندهم الذكاء بدرجات متفاوته. بس دور الأهل أنني نقدر نزيد هذا الذكاء ونقدر نخفضه. بالنسبة للذكاء الاجتماعي اللي يدخل تحت منه العاطفي تمام، هو موضوعنا اليوم. أول مؤشر لي عارفة هو إيه تسليم؟ إيه مؤشر بيزعج أغلب الأمهات، بس هو هذا المفتاح، الرغي كتير، السؤال ليه كيف امتى ليه، هو هذه الاشياء اللي بس الواحد بيوصل على اخر اليوم ولو عندك عيلين ثلاثه الله اكبر. تمام، وهذا برضه في تفريق. هو فكره الذكاء الاجتماعي ان الطفل هذا يكون عنده ذكاء اجتماعي في التواصل مع الاخرين، يعني عنده خلفيه ثقافيه اجتماعيه. مثلا لما جيت نتكلم معك مثلا في السلوكيات عندي خلفيه في هذا الامر، شخص يتكلم في الهندسه عنده خلفيه. فبرضه الذكاء الاجتماعي يعتمد على كم من المعلومات، عشان يقدر يفهم الناس، عشان يقدر يقرا الوجوه، يعرف هي زعلانه،
هي راضية. الناس اللي يعني في ناس مثلا تقول لك احنا جالسين في عيادة بننتظر الدور، بس في شخص ما شاء الله سلس و يتعرف على العيادة كلها. أيوة. وفي شخص يعني انت تحس الوقت معه 4 ساعات من كتر ما هو ملول وكذا. وعلى فكرة الذكاء عموما اللي هو الذكاء العقلي تمام اللي هو قلنا رقم وكذا، مش بالضرورة يكون في ذكاء اجتماعي. في بعض الناس على درجة عالية جدا من التحصيل العلمي والذكاء العلمي لكنهم منزويين ومنطويين وما عندهمش خطة اجتماعي. حقيقي فعلا دي بقى اللي بيقولوا عليها نظرية الذكاءات المتعددة. تمام. بس في ناس برضو عندهم ذكاء اجتماعي بس ما بينفعوش في الدراسة، وهذا خطأ في إحنا تربيتنا لها. ليه؟ لأن عادة المفروض اللي عنده ذكاء اجتماعي يكون عنده نجاح في تحصيل علمي معين يواكب هذا، يعني هدول ما ينجحوا في دراسة مثلا البيزنس والعلاقات العامة. أيوة. وأيضا العلوم اللي السكرتاري وغير العلوم اللي بشر. محتاج تمام العلاقات، وأيضا حتى بعض العلوم المعرفية مثلا اللغات و وعلوم الأدب وغيرها اللي فيها كم من الاحتياج الفكري للمعلومات. أيوة. فإجابة الأم عن أسئلة الطفل بطريقة شاطرة وممنهجة، يا أما تخلي لي طفلي يمشي في الذكاء هذا وينجح فيه، يا أما تسبب لي انحراف في السلوكيات، وهذا إحنا مهم جدا. بدل ما يقعد عندي طفل ذكي اجتماعيا يقعد عندي طفل فضولي مزعج متطفل على الآخرين.